السلام عليكم. سقطرى، الأشجار تهطل من شقوق الريح، الشمس ترقص والليل يختلط بالتراب. هذه هي سقطرى، أو هكذا قيل عنها. سقطرى عين اليمن في قلب المحيط. سقطرى يمنية، هاشتاج عبر عن موجة الغضب التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي جراء بعض التصريحات الإماراتية المستفزة للشارع اليمني. هذه التصريحات جاءت عبر تراكم من التجاوزات الإماراتية للأعراف والمواثيق الدولية ومبدأ وجود الإمارات في إطار التحالف لإسناد الشرعية. الحملة الإلكترونية تزامنت أيضا مع توجيه الرئاسي لمنع تعيينات مخالفة بالمناصب الأمنية والرقابية بمحافظة أرخبيل سقطرى لموالين للتواجد الإماراتي في الجزيرة، يقوم بها محافظ سقطرى الموالي للإمارات أحمد عبد الله بن حمدون. تتوالى ردود الفعل الرسمية والشعبية تجاه ما تقوم به السلطات الإماراتية في أرخبيل سقطرى وتواطؤ بعض القيادات في الجزيرة، حيث تشير أصابع الاتهام إلى المحافظ بأكثر من وثيقة بتورطه في القيام بتصرفات خارج صلاحياته وتؤثر سلبا على الجزيرة. الاتهامات تقول إن محافظ سقطرى أحمد عبد الله بن حمدون بات يتعامل خارج سياق الشرعية والحكومة ومؤسساتها الرسمية بتوجيه مباشر من المندوب الإماراتي في الجزيرة. المحافظ الذي رفض توجيهات الرئاسة ووزارة الداخلية بإيقاف قراراته بتغيير مدراء الأمن والأمن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر بحقه اليوم توجيه رئاسي. لكن ماذا بعد ذلك؟ خصوصا أن هناك وثائق أخرى بتجريف الأشجار النادرة والأعشاب المرجانية من الجزيرة وتصديرها بتسهيل وتعاون من المحافظ وقيادات أخرى بالمحافظة. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع تابعونا بعد هذا التقرير. مجددا يعود الجدل الدائر حول سقطرى إلى واجهة الأحداث، هذه المرة توجيه صادر من الرئيس هادي لمحافظ سقطرى، توجيه صارم يقضي بإيقاف التعيينات في إدارة أمن المحافظة والأمن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما تضمن التوجيه منعا صريحا للمحافظ من التدخل في اختصاصات الأجهزة العليا للدولة والتكليف أو التعيين في المواقع التي هي خارج اختصاصات السلطة المحلية وفقا للقانون النافذ. جاء ذلك عقب مذكرات عدة من مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. الوثيقة التي تناقلتها وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي تزامنت مع حملة شعبية وإعلامية وردود فعل تنوعت بين الغاضبة والساخرة من الدعوات الإماراتية إلى استفتاء سكان جزيرة سقطرى على الانضمام إلى الإمارات. سبق هذه الوثيقة مذكرات تشير بأصابع الاتهام لمحافظ المحافظة بالعمل على تجريف ثروات المحافظة، منها صورة من مذكرة صادرة عن وكيل محافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية بتحميل قائد النقطة البحرية في سقطرى كامل المسؤولية لسماحه بتصدير أحجار من سقطرى وعرقلته عملية التفتيش في الميناء، ومذكرة أخرى تطالب المحافظة بمنع تصدير الشعب المرجانية، ومذكرة ثالثة موجهة من رئيس الوزراء وتتضمن إخلاء مسؤولية عدد من وكلاء أرخبيل سقطرى من الإجراءات التي يقوم بها محافظ سقطرى من العبث بالمصالح العامة. يقول متابعون إن المحافظ وقيادات كبيرة في سقطرى باتت تعمل وفق أجندات الإمارات خلفان المزروع المندوب السامي الدائم في سقطرى. لم تعد تخفى على أحد سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى بمعزل عن الشرعية، بل وبمخالفة صريحة لبروتوكولات وسيادة الدولة. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا لمناقشة هذه الحلقة الأستاذ مختار رحبي، مستشار وزارة الإعلام عبر سكايب من الأردن. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك معنا أستاذ مختار. بداية، تابعنا توجيه الرئيس هادي لمحافظ سقطرى بخصوص إبطال تعيينات في مناصب عليا في المحافظة، دعنا في صورة ما يحدث. نعم، بالنسبة للتوجيه الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية، هو كان قد سبقه. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مختار، ونحن نتحدث عن محافظة سقطرى، ليست هذه المرة الأولى. نعم، عاد إلينا سيد مختار. نعم، تفضل سيد مختار.
نعم، تحدثت أن هذه توجيه رئيس الجمهورية سبقه توجيهات، نعم توجيه من مكتب الرئاسة وكذلك توجيه من وزير الداخلية للمحافظ لكي يتراجع عن تغيير مدير الأمن السياسي وكذلك تغيير مدير الأمن في المحافظة، وأن هذه الإجراءات التي قام بها المحافظ هي إجراءات ليست من صلاحية المحافظ، فجهاز الأمن السياسي هو متصل مباشرة برئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية هو من يصدر هذه القرارات، أيضا مدير الأمن هذه من اختصاصات رئيس الجمهورية وهما من يصدر، بالتالي هذه التوجيهات أرسلت للمحافظ الذي يبدو أنه سيتمرد كما تمرد السابقين المحافظين سواء محافظ عدن أو محافظ حضرموت أو المحافظين الآخرين الذين كانوا ينضوون تحت إطار المشروع الإماراتي في اليمن. وننتظر، يبدو أننا سنكون أمام سيناريو قادم في محافظة سقطرى، للأسف الشديد هذه المحافظة أو هذه الجزيرة التي تمتاز بموقع استراتيجي هام، والتي للأسف الشديد أن الإمارات العربية المتحدة دخلتها تحت لافتة الأمن الإنساني. نعم. هذه الأحداث أستاذ مختار، والتي ربما كما تفضلت قد تؤدي أو تؤشر إلى عدم قبول محافظ سقطرى بالقرارات وأيضا تمرده على الشرعية، ما الذي سيحدث بعد، يعني إن رفض المحافظ التوجيه الرئاسي وأعلن تمرده وانضوائه تحت الإمارات؟ بكل تأكيد سيكون مصيره كمصير المحافظ السابق، كان هناك محافظ سابق، ولكننا في هذه الفترة نقول أن المحافظ السابق كان أكثر صرامة أمام الإمارات مع أنه مرتبط مع الإمارات، بالتأكيد أنه إذا تمرد على الشرعية فإن مصيره سيكون هو الإقالة، ولعل إقالته تكون قريبة لأنه رفض توجيهات من نائب رئيس الوزراء ورفض توجيهات وأوامر من مكتب الرئاسة، وهذا توجيه أنا أعتقد أنه توجيه سيكون هو الأخير، لأننا يعني كما كان في السابق لنا تجارب في السابق مع محافظين سابقين رفضوا توجيهات رئيس الجمهورية، وجه لهم الرسالة تلو الرسالة وبعد ذلك تم إقالتهم وتم الإطاحة بهم. لكن الإشكال يا أستاذ مختار، يعني أنه بعد أن تتم الإقالة يعني يظهر التمرد، وأعلن مثلا محافظ عدن السابق مجلس انتقالي وضرب بكل قرارات الشرعية عرض الحائط وتوجه يعني بمشروع جديد، هل نتوقع الأمر ذاته من محافظ سقطرى؟ لا أعتقد أن المحافظ، ما الذي بيده في محافظ سقطرى أن يعمل؟ هل سيعلن انفصال سقطرى عن اليمن؟ هل سيقوم بإنشاء مجلس انتقالي؟ ليس بيدهم أي شيء، من يتمرد على الدولة سيتم معاملته كمعاملة الميليشيات الحوثية، حتى المجلس الانتقالي بعد أن تم الإعلان عنه هو يبقى كائن غير شرعي، وإن كان يمتلك ميليشيات مسلحة وإن كان يمتلك قوات مسلحة متواجدة في أرض الجنوب، ولكن نقول أنها تبقى حتى هذه الميليشيات وهذه القوات تبقى ميليشيات خارج إطار الدولة، خارج إطار الشرعية، يتم معاملتها معاملة أنها ميليشيات خارج إطار الشرعية ولا تمت للشرعية بصلة وترفض أوامر الشرعية، بالتالي لا تمتلك الشرعية، شرعية تواجدها لا تمتلكه، وبالتالي رئيس الجمهورية حينما يتم أو حينما يصدر قرار إقالة ليس أمام أي محافظ، يعني لن يكون محافظ سقطرى أقوى من محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي، ولن يكون أقوى من بن بريك الوزير المقال والمحل التحقيق، ولن يكون أيضا أقوى من محافظ لحج وكذلك محافظ الضالع ومحافظ حضرموت، بالتالي قرار من رئيس الجمهورية سيتم تنفيذه، وإذا ما قرر رئيس الجمهورية إقالة هذا المحافظ سيتم إقالته، وأبناء محافظة سقطرى جميعا يقفون خلف شرعية رئيس الجمهورية. اليوم التقى الشيخ سلطان عيسى بن عفرار وهو من نسل سلاطين محافظة سقطرى وكذلك المهرة، والتقى وأكد أن الجميع يقف وراء شرعية رئيس الجمهورية وسينفذون كامل قرارات رئيس الجمهورية. نعم، والجميع يعني نعم، هناك توقيعات يعني قام بها مشايخ سقطرى لرفض ما يعني يقوم به المحافظ من تعيينات غير منطقية، لكن أود أن أسألك أستاذ مختار، لما تسكت الشرعية حتى يقع الفأس في الرأس كما يقال؟ يعني ما حدث في سقطرى نتحدث به منذ سنتين تقريبا، هناك تجريف حقيقي لسقطرى، وجود الإمارات غير مبرر بتاتا في سقطرى، لا يوجد يعني لم يذهب الحوثي إلى هناك، ما مبرر الإمارات بذهابها إلى هناك، وما سر صمت الشرعية كل هذا الوقت؟
نعم، أولا الإمارات ليست تواجد الإمارات ليس بالجديد. أنا ذهبت في زيارة إعلامية في عام 2013 قبل الأحداث طبعا وقبل الانقلاب، وشاهدت أن الإمارات متواجدة، بل أن أحد الأعيان من أبناء سقطرى قال لي بالحرف الواحد، قال المشايخ مشايخ أبو ظبي مشايخ دبي يأتون إلى سقطرى بدون العودة إلى السلطة الشرعية وبدون العودة إلى سلطة صنعاء، ولا يستأذنون ويأتون بطائراتهم إلى مطار سقطرى. بالتالي هذه الممارسات ليست جديدة، لكن الجديد فيها أنه أصبح لدينا مندوب سامي الآن موجود في سقطرى. هذا المندوب يعيد فسادا في محافظة سقطرى، يقوم بشراء الأراضي، يقوم بالعبث في المحميات الطبيعية، يقوم بنقل أشياء ثمينة من داخل سقطرى، ونحن نعرف أنه يمنع. أنا ذهبت إلى سقطرى وتم منعنا أخذ أي شيء من داخل سقطرى، أي مقتنيات من داخل سقطرى يتم منعنا. أما الآن فقد أصبحت البر والبحر والجو كله بيد للأسف الشديد الإمارات العربية المتحدة، حتى الطيران. تصوري أنا اليوم إذا فكرت أن أذهب إلى سقطرى، ليس هناك أي خطوط جوية تذهب إلى سقطرى إلا من أبو ظبي، وأبو ظبي هي التي تنظم الرحلات. قد يقول قائل من أبناء سقطرى، نحن استفدنا من الإمارات، والإمارات جاءت وأعطتنا المساعدات وأعطتنا الأدوية وأعطتنا الطائرات التي نخرج وندخل بها، لكن نقول أن هذا التدخل الذي هو تحت يافطة العمل الخيري والعمل الإنساني، ولكن باطنه هو الاحتلال وباطنه هو العبث في مقدرات سقطرى. سقطرى اليوم أصبحت حتى المحافظ الآن أصبح هو موظف لدى المندوب السامي الإماراتي. نعم جميل جميل أستاذ مختار أنكم تعون كل هذا التجريف لمحافظة سقطرى، ولكن الغريب هو الصمت من قبل الشرعية. وكلما فتحنا هذا الموضوع مع أحد المسؤولين يحدثنا علاقتنا بالإمارات جيدة ولا يحدث بيننا شيء وهي علاقة كذا وكذا، يعني لا توجد إجابة أو يعني لنقل موقف جاد اتخذ تجاه ما يحدث في سقطرى بالذات. يعني تم نقل حتى على مستوى الشعب المرجانية، يعني أمر مستفز للغاية، غير طبعا الأشجار النادرة والطيور والحيوانات النادرة. ما الذي يراد لسقطرى في ظل صمت الشرعية وتفرجها على الحدث، وربما لم تثر إلا حينما تعارضت الصلاحيات في تعيين فلان أو إقالة فلان؟ بالعكس، الشرعية لديها تقارير بكل ما يحدث بمحافظة سقطرى وبقية المناطق والمحافظات. الشرعية ورئيس الجمهورية هو لا يريد أن يدخل بإشكالية مباشرة، ولا يريد أن ينصدم، ولا يريد أن يكون الإعلام هو السبيل الوحيد لحل هذه الإشكالية وحل هذه، وهي كوارث. أنا أقول أنها كوارث، وكل ما سكتنا وصمتنا على هذه الكوارث وهذه الانتهاكات سيكون ثمن غالي جدا. يعني لنا عبرة ما يحدث في مدينة عدن حينما سكتنا على إنشاء ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة، الآن أصبح لدينا الآلاف منضوية تحت إطار ما يسمى بالنخب وما يسمى بالحزام الأمني، وحتى أنهم نقلوا هذه التجربة إلى مدينة تعز ويريدون نقلها إلى مدينة تعز ولم ينجحوا حاليا، ونأمل ألا ينجحوا في المستقبل لإقامة ميليشيات خارج إطار الدولة. نقول أن إشكالية الدولة الشرعية مع الإمارات هي واضحة والأزمة واضحة. الحديث عن هذا من قبل المسؤولين، انا اعتقد انها سلبيه من قبل الحكومه. يجب ان يتحدث الجميع عن الاشكاليه، طالما انه لم يصلوا الى حل ما يحدث في مدينه عدن، طالما انهم لم يصلوا الى حل ما يحدث في كافه المناطق الجنوبيه، بالتالي لابد من حل هذه الاشكاليات، حل هذه الازمه، اما بالتشاور والجلوس على طاوله الحوار برعايه من الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه، او فليتحدثوا بكل صراحه وبكل شفافيه عن كل ما يحدث. يعني مع اني اعرف كثير من المسؤولين اليمنيين اتواصل معهم ونقوم بزياره بعض ونتحدث بكل شفافيه وبكل صراحه عن ما تقوم به الامارات سواء في سقطرى او غيرها، ولكن لا ادري ما هي الاشكاليه في الحديث امام الاعلام. الكثير من حتى من وسائل الاعلام اذا بحثوا عن استفسار او بحثوا عن معلومة حول دور الإمارات في اليمن لا تجد إجابة. حتى ما قامت به مؤخرا في دعم لطارق محمد عبد الله صالح وإدخاله إلى مدينة عدن وإبقائه في معسكر إماراتي، لن تجد أي معلومة تؤكد أو تنفي أو تتحدث بصراحة وبشفافية ما الذي يحدث. بالتالي هذه النتيجة هي أننا في تحالف، ما نزل في التحالف، والتحالف هذا حريص على بقاء التحالف، ألا
يتفكك هذا التحالف. ونعرف أن المملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف وكذلك الإمارات هي الدولة الثانية في هذا التحالف، بالتالي الشرعية لا تريد أن يعني تتحدث أمام الإعلام بما يجعل من هذا التحالف يتفكك. نحن حريصين كل الحرص أن يتم استكمال أهداف التحالف وهو عودة الشرعية وكذلك تحرير العاصمة صنعاء وعودة الحكم الشرعي للعاصمة صنعاء. بعد ذلك يمكن أن نتحدث، هذا أنا ما أعتقد أنها هي وجهة نظر الحكومة الشرعية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ مختار أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ جمال المليكي الباحث السياسي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيوف الكتاب. أهلا بك أستاذ جمال، كيف تتابع ما يحدث في سقطرى؟ هناك صراع واضح بين هادي والإمارات حول من يحكم سقطرى، كيف تتابع هذا الأمر؟ ما يحدث في سقطرى هو جزء بسيط من مشهد كلي. هذا المشهد الكلي نمط التحركات بالإمارات العربية المتحدة يدل دلالة واضحة على أنه لديها مشروع مغاير تماما عن المشروع المعلن للتحالف العربي، وبالتالي يصبح الاقتراب من مشهد سقطرى بهذه الصورة أوضح. فهو جزء من التحركات الهستيرية للإمارات العربية المتحدة التي من الواضح جدا أن لديها هوس بطرد سيطرتها ونفوذها على اليمن وعلى موانئ وسواحل حتى في الجانب الأفريقي. نعم، الإمارات منطقة لم يعني سقطرى منطقة لم تصلها الحرب أستاذ جمال، يعني ما هي المبررات أو يعني السبب لوجود الإمارات في المنطقة؟ رغم أن الأستاذ مختار يعني وهو ضيفنا عبر سكايب يحدثنا أن هناك وجود مسبق حتى قبل الحرب للإمارات، يعني هل يعقل أن تنتهك السيادة بهذا الشكل أمام مرأة ومسمع من الشرعية؟ هو للأسف الشديد استطاعت الإمارات العربية المتحدة أن تستخدم الشرعنة التي اكتسبتها من دخولها في التحالف العربي على أنها دخلت سوق اليمن. هذا المبرر جعلها تمارس هذا الدور المشبوه، ولكن ينبغي أن ترتفع الأصوات وأن يكون واضح بأن السبب الرئيسي الذي جعل وجود الجندي الإماراتي على الأرض اليمنية مشرعنا هو أنها جاءت لفرض الشرعية. لماذا أصبحت وبشكل واضح جدا وبدون أدع مجال للشك أنها أصبحت عائق للشرعية؟ إذا وجودها هو وجود محتل بالمعنى العلمي للكلمة. الذي يجعل وجود جندي في أرض اليمن شرعيا هو أنه جاء ليستعيد الشرعية. كون الجندي الإماراتي اليوم أصبح معيقا لعودة الشرعية فهو أصبح محتلا بكل المعايير. يبقى أن يحدث هناك شيء من المكاشفة والصراحة. ودعونا الآن نتذكر ونتعلم من الدروس القريبة. كنا نعاني أثناء سقوط عمران من اختفاء المعلومة، كنا نريد كل ما كان يبرر لهادي على سبيل المثال كنا نقول يكفي أن يقف أمام الشعب ويقول ما حصل هو كذا وكذا. إذا هل يستطيع اليوم هادي؟ طبعا السؤال هذا سؤال جدلي وسؤال فيه إشكال بكون أنه موجود أيضا في دولة من دول التحالف وهي المملكة العربية السعودية. هل يستطيع أن يقف أمام العالم ويقول بكل وضوح أن الإمارات لم تعد مرحب بهذه اليمن؟ باعتقادي أن موقف كهذا يمكن أن صحيح أن الحسابات السياسية ربما تقف عائق أمام هذا، لكن أحيانا عندما تهدد السيادة بهذا الشكل تحتاج إلى تحرك مختلف عن التحركات ذات الطابع الدبلوماسي وذات الطابع الترقيعي إذا صح التعبير. نعم، هل تعتقد أن هذا هو الذي يتوجب على هذه القيام به في ظل الظروف السياسية الراهنة؟ يعني هناك واجب تاريخي يقع على عاتق الرئيس والحكومة من أجل المحافظة على جزيرة سقطرى ومواردها، خاصة يعني يعني هناك أحاديث واضحة وموثقة بالصور وبالفيديوهات، يعني الرحلات الجوية إلى أبو ظبي، تجنيس لشخصيات نافذة، يعني تجريف سقطرى من يعني الأشجار النادرة ومن الطيور النادرة وشعب المرجانية والصخور أيضا، لم يتركوا شيء إلا وأخذوا منه إلى أبو ظبي. شخصيا كمواطن يمني أولا وكمتابع للأحداث وكباحث لا أجد أن هناك مبرر ولا أن هناك أي عذر لهذه أن يقف موقفا صريحا أمام هذه التحركات. إذا لم يكن رئيس الدولة الرأس الأول في الدولة قادر على أن يقف وقفة جادة تهدد السيادة للبلد، فمتى سيقف ومتى سيصارح الشعب أولا ومتى سيصارح المجتمع الدولي والإقليمي؟ وبالتالي نحن أمام فعلا ظرف يقتضي موقف مختلف عن التحركات التي تعودنا عليها وعن الخطاب الدبلوماسي الذي كان
يعني لغرض الحفاظ على نسيج التحالف الى ذلك. نعم، هل التوجيه الذي صدر من قبل الرئيس هادي يعني بخصوص محافظ المحافظة بأنه عليه أن يتوقف عن التعيينات التي قام بها وفورا، يعني كان هناك أمر واضح وصريح، هل يعني إذا ما تم رفض هذا التوجيه وربما يعني هناك أحاديث بأنه قد تتم إقالته، هل هذه يعني ردود فعل غير مباشرة للوجود الإماراتي يقوم بها الرئيس هادي؟ بلا شك أنها رد فعل، لكنها غير كافية مطلقا، خاصة إذا استدعينا ما حدث في عدن وما يحدث في الجنوب. يعني فترة طويلة لم يستطع محافظ عدن المعين من قبل هادي أن يستلم مكتب المحافظة، يعني عجز أن يستلم مكتب الذي يداوم فيه، فكيف سيكون قادر على أن يفرض شرعية وأن يفرض نفوذ؟ وبالتالي هذا بالتأكيد سينعكس على المشهد في سقطرة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. أعود للأستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني هناك يعني السلطة المحلية ترفض هذه التصرفات، وهناك رسائل ويعني مواقف جادة توضح أن ليس الجميع قابلون بما يحدث بسقطرة، موقف يعني الشعب تجاه جزيرتهم، تجاه مواردها، تجاه تاريخها أيضا، يعني هل سيساند الشرعية في اتخاذ أي موقف جاد تود القيام به؟ بكل تأكيد. سقطرة، أنا يعني جلست في سقطرة تقريبا 15 يوم، وجدت أن أبناء سقطرة أبناء طيبين منقادين للدولة مسالمين، لا ينتشر فيهم السلاح، الجريمة أيضا، مجتمع مسالم، مجتمع بسيط، مجتمع تحكمه العادات والتقاليد، مجتمع أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يقف مع أي أحد يتمرد، بالتالي نقول أنه غير وارد في من حيث المبدأ أن المحافظ يتمرد. ثانيا نقول أن الأبناء، أبناء المحافظة بشكل عام، المشايخ، الأعيان، هناك صوت أيضا مناهض للمحافظ، هناك صوت أيضا مناهض من أبناء السلطة المحلية المتواجدين في سقطرة يناهض المحافظة الذي سلمت المحافظة والذي أباح المحافظة وأباح البر والبحر والجو والجبال وكذلك المناطق التي هي محمية طبيعية والتي يجب أن يحافظ عليها، لكن للأسف الشديد أنه سلمها. تصوري أنه حتى المكان الذي تتواجد فيه مكان يشبه إلى حد ما القصر الرئاسي أو خيمة رئاسية تتواجد في سقطرة، تصوري أنه حتى وصلت الإمارات واشترت أراضي قريبة من تلك المنطقة وكذلك في المناطق التي هي محمية طبيعية. أيضا تفاجأنا قبل أيام أن هناك عرض عسكري كبير وهائل في عاصمة المحافظة في حديبو، وحضره أيضا المندوب الإماراتي، ولا نعرف يعني ما الداعي لكل هذا، ما الداعي لتجنيد أيضا من أبناء سقطرة، ما الداعي لإنشاء حزام أمني متواجد في سقطرة؟ لا توجد هناك أي إشكالية، ولا توجد هناك نزاعات، ولا توجد حروب، وليست أيضا منطقة محادة يعني لمحافظة أخرى توجد فيها إشكاليات، بعيدة كل البعد، هذه محافظة سقطرة وكذلك المهرة بعيدة كل البعد. نعم. لكن للأسف الشديد تحويل المدينة المسالمة أستاذ مختار، يعني مدينة مسالمة كما تفضلت، يعني أغلب هم سكانها كان هو لقمة العيش، الزراعة، الرعي، لا يوجد لديهم أي يعني ثقافة في اتجاه السلاح والاتجاه العسكري، تحويل الجزيرة إلى هذا المنحنى ألا يشكل خطر حقيقي على البنية المجتمعية الفريدة التي كانت تتميز بها سقطرة سابقا؟ بكل تأكيد عسكرة الجزيرة ليس لمصلحة أبناء الجزيرة، أبناء الجزيرة ناس مسالمين، ناس يعملون في الزراعة، وناس آخرين صيادين، وناس يعني يعملون يعني في داخل الأعمال بسيطة داخل الجزيرة، حتى أن كثير منهم لم يخرج خارج الجزيرة منذ ولد، يعني هكذا حدثني كثير من أبناء سقطرة، ناس مسالمين جدا. لمصلحة من هذه العسكرة؟ لمصلحة من أن تكون سقطرة معسكر يوجد فيها الأسر
الأسلحة، وتم أيضا دعمها بكثير من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وغيرها من دولة الإمارات. نقول أن هذا ليس من مصلحة أبناء سقطرى. هناك تحركات يقودها الشيخ عيسى بن عفرار، وهي أيضا تحركات إيجابية، وهو أول ما وصل رفع العلم الجمهوري وعلى العلم اليمني، وكذلك يشدد في كل خطاباته وفي كل لقاءاته مع المشايخ والأعيان أنه منقاد لشرعية رئيس الجمهورية، وأنه وهو نفس الشيخ هذا الذي نعم. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، ومع ذلك قد يعني حان موعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وينضم معنا عبر الهاتف الإعلامي عبد الله الحرازي ومنسق الحملة الإلكترونية سقطرى يمنية. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور عليكم وعلى جميع مشاهدي بلقيس. أهلا بك أستاذ عبد الله، وبداية حدثنا عن أهداف حملة سقطرى يمنية وما الداعي لها في هذا التوقيت. في الحقيقة أنه تزايدت المخاطر التي تعرض لها جزيرة سقطرى جراء التواجد أو الاحتيال الإماراتي الموجود في الجزيرة، وبالتالي تصاعدت كثير من التحركات المقلقة سواء إلى جهة عسكرة الجزيرة أو استخدام أيضا قوات، وهذه بدأت من العام 2016 مرورا بمحاولة تغيير لاحقة الهوية الخاصة بالجزيرة ومحاولة إبرازها في وسائل الإعلام التابعة لدولة الإمارات والموالية لها أيضا من القنوات، بعض القنوات اليمنية، وبالتالي هذا ما حرك لدي ولدى العديد من المتابعين مشاعر القلق والغضب في الآن. هل تعتقد أستاذ عبد الله أن الحملة كافية تجاه المخاطر التي تقوم بها الإمارات، أو على الأقل هل ستكون جرس إنذار بالنسبة للشرعية للتحرك رغم ما يحدث في الجزيرة منذ 2016 إن لم يكن من السابق؟ يعني بكل تأكيد الحملة غير كافية. الحملة مجرد جهد فردي قمنا به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه من تفاعل. وفيما يخص السلطات، السلطات من الواضح أنه القلق لديها متزايد، خاصة فيما ظهر من مستندات ومن تحركات لا زالت في طور الخجل في مواجهة هذه يعني العمليات الممنهجة والقائمة على قدم وساق التي تقوم بها دولة الإمارات. والمسألة ليست وليدة اليوم ولا عام 2016. التخطيط الإماراتي كان مبكرا منذ أكثر من 15 عاما، وهم يحاولون بشكل ممنهج يعني التواجد في الجزيرة وإيجاد موالين من خلال استغلال المغتربين اليمنيين من أبناء جزيرة سقطرى المتواجدين في الإمارات تجنيسين، وثم زيارات على شكل زيارة سياحية تلتها حركة نوعا ما من قبل بعض المستثمرين، اشتروا بعض الأراضي، بدأوا بصرف مرتبات لبعض سكان الجزيرة من ذوي الوجاهات، وتطورت الحال يعني إلى أن ضعفت الدولة اليمنية، فحاولت دولة الإمارات اقتناص اللحظة والتواجد في الجزيرة بهذا الشكل الفج، وإلا أي مبرر لتواجد عسكري بهذا الكم الكبير وعسكرة أبناء الجزيرة. هذه الجزيرة الآمنة المطمئنة، بينما الجميع يعرف أن الجزيرة بعيدة كل البعد عن الصراع والحرب الدائرة في البلاد. نعم أستاذ عبد الله، يعني أنت أحد الذين زاروا الجزيرة وصنع ربما من أجمل الأفلام الوثائقية حول الجزيرة، ما هو شعورك وأنت تجد الجمال الذي رسمته عدستك يسرق بهذه الطريقة الفجة تدريجيا من شعب مرجانية، من أشجار، من طيور، تشويه الجمال بالعسكرة بهذا الشكل وتحويلها إلى محمية عسكرية عوضا عنها محمية طبيعية، ما هو تعليقك؟ عسكرية. الحقيقة لا أجد وصف ولا أجد ما يمكن أن يعبر عن الشعور بالقهر والقلب الدامي لما تتعرض له سقطرى. سقطرى الذين يدعون أنها مهملة، هي في الحقيقة ميزتها في أنها
ظلت بعيدة عن كل الاستحداثات البشرية المعاصرة. وهذه هي الميزة التي يجب أن يفهم الجميع التي تتميز بها سقطرى. سقطرى آخر عذار الأرض بلا منازع وبلا مبالغة. يعني ما يحدث، أنا من أوائل الصحفيين اليمنيين الذين زاروا الجزيرة وتكررت زياراتي خلال 11 عام الماضية. يعني كنا نشعر بالغبطة ونحن نمنع حتى من إخراج بعض الأحجار يعني التي موجودة على الساحل، أحجار صغيرة حاولت إخراج مرها، يعني أخذ بعضها للذكرى. فمنعت في المطار، في مطار سقطرى، وشعرت أن الجزيرة بيد آمنة وبيد تحترم هذا الموروث العالمي. سقطرى لا تخص اليمنيين فقط، وإن كانت قد استودعها الله في أيديهم وضمن الأراضي اليمنية، لكنها موروث إنساني عظيم. مسألة تسريب التنوع الحيوي للجزيرة هي مسألة أمن قومي، يعني فوق الاعتيادية. تسريب النباتات، تسريب يعني سقطرى هي 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 آخر عذار الأرض، وحظيت باهتمام دولي وعالمي. ونحن نناشد العالم الحفاظ على هذه الجزيرة من هذا العبث، هذا العبث الـ يعني الذي لا أجد له في الحقيقة وصف، سوى أنه يعني أشبهه بالضباع. هذه الدولة الضبع التي تحاول أن تبني لها أمجاد وأن تسيطر على ما هو للآخرين، وأن تبني لها ما ليس لها بكل انتهازية سياسية وعسكرية وإنسانية فجة. إذن شكرا جزيلا لك عبد الله الحرازي، الإعلامي ومنسق الحملة الإلكترونية سقطرى يمنية، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد عاطف السقطري، ناشط السياسي من تايلاند. مساء الخير أستاذ عاطف. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عاطف، كيف تابعت ما حصل بين محافظ سقطرى وقيادة الحكومة في موضوع تعيين مدراء عموم في المحافظة؟ والله تابعت مثل ما يتابع أي يمني، يعني كله قلق وتوتر ومنعطف خطير جدا. يعني حينما أعلى سلطة في المحافظة ترفض وتتمرد على قرارات رئاسية وتهدد بالحديد والنار، وأنه على استعداد تام لمواجهة كل من يقف ضد رغبات المحافظ وطموحاته التي اطلعت للجميع، يعني معروفة اتجاهاته، ويدافع عنه ويهدد أنه لا، وبعد يحشد المجتمع والمشايخ والمقادمة وأعيان حتى يكسبهم إلى صفه ويقفوا معه ضد قرارات رئاسية ووزارية، أنه هو على حق وأنه معكم الحق، أنتوا اللي تقرروا مصيركم. طبعا قلق وتوتر ومنعطف خطير ما تعود عليه المجتمع السقطري الطيب المسكين الذي يمكن ينجرف مع، يعني بالأصح أن يستغلون حاجته وفاقته بمقابل مصالح مؤقتة، أنه خلاص أنتوا قرروا مصيركم ونبغى نكسب رأيكم واستعداداتكم أنكم تكونوا معنا، أنها الأمور ضد مصلحة قطرة. كيف محافظ مسؤول على سلطة في البلد يكسب ضد الشرعية؟ نعم أستاذ عاطف، يعني هل لك أن تضعنا في صورة ما يحدث لجزيرة سقطرى، من تجريف لهويتها لموروثها من قبل الإمارات، يعني بشكل مبسط؟ والله ما يحدث في سقطرى تغيير ديموغرافي تماما، يعني الثقافة السقطرية الآن هي الثقافة السقطرية بدأت تنعدم شيئا فشيئا. يعني من أمس سووا مهرجان كبير، شاعر مهرجان صار له 5 مواسم يسير كل سنة،
عار يحصل على لقب وكذا. بس لأنه مؤسسة خليفة هذه المرة هي من دعمت هذا المهرجان، جابت شعار لا ينتمي لسقطرة لا عن قريب ولا عن بعيد، حطوا شعار الوعل، الحيوان الوعل الذي لا يعرفه سقطرة ولا سقطرين وليس من تراثنا ولا عاداتنا. هذا الشيء. الشيء الثاني، جلبوا داخل المهرجان استعراض الهجن، البعران يستعرضون، وهذا ليس من ثقافة سقطرة ولا من عادات سقطرة، أنه المسابقة في البعران والاستعراض هذا ثقافة إماراتية بحتة والكل يعرف هذا. الشيء الآخر، في كل حتى كل الزاوية كل جدران سقطرة صور ورسومات مشايخ الإمارات وحكام الإمارات، العملة إماراتية، الاتصال شرائح إماراتية، كل شيء تغير. هذا هو الواقع، صار الواقع إماراتي أكثر من أنه يكون سقطري. نعم، يعني برأيك أستاذ عاطف، يعني لما تصمت الشرعية عن كل ما يحدث لسقطرة؟ يعني هل يعقل أن تقبل بتغيير العملة والتعامل بالعملة الإماراتية، تغيير الهوية بهذا الشكل، إخراج الموروث الثقافي والحضاري لسقطرة والذهاب به إلى أبو ظبي؟ هل يعقل أن تقبل أيضا بوجود مندوب هو الحاكم الفعلي لسقطرة وهو مندوب إماراتي خلفان المزروعي والذي ربما تقوم أغلب النشاطات تحت رعايته؟ يعني لما تصمت الشرعية كل هذا الصمت من وجهة نظرك؟ إذا رجعنا للحقيقة، الشرعية تصمت لأسباب كثيرة. أولها أنه ما في إعلام في سقطرة، ما في إعلام نهائيا، لا إعلام مقروء ولا مسموع ولا مرئي، ما في المعلومة، ما تخرج من سقطرة نهائيا، ما تخرج إلا بصعوبة، وإذا خرجت تتلاقي الرفض. يعني هل الوجود الإماراتي في سقطرة أكثر من سنتين هو موجود بكل وضوح، ولكن ما وصلت المعلومة بشكل سريع إلى الشرعية، وإذا وصلت توصل بيأخذوا بيتعاملوا معها بتردد، أو أنه ممكن هذا الأمر مو صحيح، لأن المتكلمين في مثل هذا الموضوع أنا وأشخاص أمثالي، الناس مش رسميين ومش محسوبين على الإعلام في المواقع التواصل، نتكلم اجتهادات من عندنا، يعني نشوف الواقع ونتكلم عنه في مواقع التواصل، ما في إعلام رسمي يتحدث ويتبنى. نعم، حتى أستاذ عاطف، يعني حاولنا التواصل بشخصيات من داخل الجزيرة، قد كانوا ظهروا معي من قبل في حلقات سابقة، وتم تهديدهم بعدم الظهور مجددا، هناك خوف حقيقي من التحدث، ومع ذلك ظهر للإعلام وظهرت مقاطع فيديوهات وظهرت صور أيضا توضح ما الذي يحدث في الإمارات. يعني لا أظن أن الشرعية مغيبة تماما عما في سقطرة، الشرعية ليست مغيبة تماما عما يحدث هناك، ولكن يعني هل تعتقد أنها لم تستشعر الخطر بعد؟ الصوت راح، لم أسمع بشكل واضح، أسمع كلمة وكلمة تروح. نعم، يعني كنت حدثتك أن هناك من لم يستطع الظهور معنا في البرنامج لخوفه من الحديث عن ما يحدث في الإمارات، هناك تشديد على المواطنين، ولكن يعني مع كل هذا التشديد ظهر للإعلام ما يحدث من قبل الإمارات في سقطرة. أنت قلت أن هناك تغيب، لا يوجد إعلام لا مقروء ولا مسموع في الجزيرة، ومع ذلك وصلت مقاطع فيديوهات، وصلت مقاطع صور توضح ما الذي يحدث. صمت الشرعية يعني ليس مبرره أنه لا يوجد إعلام في سقطرة. كل المعلومات اللي تصل إليكم وإلى غيركم كلها اجتهادات من أشخاص مش إعلاميين رسميين معتمدين من قبل الدولة أو من قبل المحافظة، ما في أي إعلام رسمي موجود في سقطرة، لا مقروء ولا مسموع ولا مرئي، فما يصل من أشخاص مجتهدين كذا يدافعون عن 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 تاريخهم عن هويتهم، فهمتي علي؟ هذا قصدي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عاطف السقطري الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تايلاند. ونعود إلى السيد مختار الرحبي هذه المرة عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ مختار. أستاذ مختار، يعني لو تحدثنا عن وجود الإمارات عبر خلفان المزروعي، وهو يعني كما يلقب المندوب السامي للإمارات هناك، يعني أصبح الحاكم الفعلي في الإمارات، تدار الأنشطة تحت رعايته،
ظهور فج ويعني مستفز للناس كونه هو المتصدر لكل الأنشطة. يعني برأيك لما لا تتحدث، ربما تحدث معنا الأستاذ جمال المليكي، بأن على الحكومة الشرعية والرئيس هادي الحديث صراحة بتوقف التدخل الإماراتي في اليمن، لأنه يعني تدخل أصبح ما مشبوه الأهداف، هل تتوقع أن يحدث ذلك يوما ما؟ أولا أنا أقول أنه رئيس الجمهورية يتعامل بدبلوماسية ويتعامل بمسؤولية بحكم. نعم، لكن هذه الدبلوماسية يعني ألا ترى أنها زادت عن حدها، خاصة في مسألة متعلقة بالسيادة بهذا الشكل أستاذ مختار؟ يعني الطيران اليمني لم يعد يصل إلى سقطرى، الطيران الإماراتي هو فقط من يصل، يعني المسألة باتت أكثر من مسألة دبلوماسية ومراعاة الأطراف والتحالف وما إلى ذلك. أنا في هذه النقطة، لكن أيضا هناك يعني استغلال للوضع الإنساني صعب في سقطرى. يعني أبناء سقطرى يقولون أنهم مستفيدون الآن من الطيران يأخذهم ويأخذهم إلى خارج الوطن، وأيضا هناك استخدام لهذا الإطار الإنساني وتوزيع المساعدات وتوزيع الرواتب، كل هذا طبعا المواطن هناك في المحافظة يقول أنا مستفيد من هذا، طالما أن الدولة غابت فهناك من يغطي. لكن في الشرع وأيضا في الدستور، وأيضا هناك الدستور يحكم هذه التدخلات، أنه لا يمكن أن يقبل أحد أو أن يقبل أي مواطن يمني أن يقبل أن يتم المساس بالسيادة وأن يأتي أحد من خارج اليمن ويتحكم بكل صغيرة وكبيرة، بل بالعكس أنه يقوم أيضا بنهب يعني وسلب المحافظ والسلطة المحلية السيادة داخل المحافظة بعد أن يتم تسجيل سيارات أو أموال أو ما شابهها في المحافظة. بالتالي نقول الشرعية حاضرة، والشرعية لديها كامل المعلومات وتعرف كل صغيرة وكبيرة ما يحدث سواء في سقطرة أو في المهرة أو في حضرموت أو في كافة المناطق والمحافظات المحررة حاليا. لكن نقول أن الشرعية حريصة أيضا على أن لا يتشقق التحالف وأن لا يأتي تشقق التحالف بسبب أن الشرعية هي التي بدأت الإشكالية أو أن الشرعية هي التي تحدثت أو أن الشرعية هي التي قالت. لكن نقول أنه إذا ازدادت الإشكاليات وإذا ازدادت الأزمة بين الرئيس وبين الإمارات، نقول أن من سينتصر في النهاية هو رئيس الجمهورية، لأنه هو الذي يمتلك الشرعية وهو الذي يمتلك القرار الأول والأخير. نعم أستاذ مختار، أخيرا برأيك لما لا ترفع المنظمات الدولية واليونسكو صوتها إذا ما يحدث من تجريف لسقطرى، خصوصا أن هناك عبث بالموارد الطبيعية وهي تعد يعني تراث عالمي؟ بالتأكيد اليونسكو أعلنت سقطرى في 2007 أعلنتها منطقة ضمن التراث العالمي، ولكن ما يحدث من تجريف وما يحدث من إساءة استخدام وما يحدث من استخدام يعني بحق المناطق البيئية وبحق المناطق التي هي مناطق المناطق البيئية، نقول أن هناك قصور بالمنظمات سواء المنظمات الداخلية أو المنظمات الأمم المتحدة أو أيضا من أبناء المنطقة الذين يجب عليهم أن يحافظوا على هذه المناطق، يجب أن يحافظوا ويجب أن يتم التواصل مع الإعلام، التواصل مع المنظمات الدولية عن ما الذي يحدث داخل هذه المناطق وداخل جزيرة سقطرى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مختار الرهبي، كنت معنا في هذه الحلقة مستشار وزير وزارة الإعلام من الأردن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.